والواقدي هو محمد ابن عمر المتوفى عام 207 للهجرة، وهو من تلاميذ ابن إسحاق، فكأني به زميل لابن هشام صاحب مختصر السيرة هذا الذي يشرحه السهيلي. والمصادر تذكر الواقدي كتبا منها فتوح الشام مطبوع قديما جدا وأعيد طبعه محققا، وكتابين آخرين أحدهما لا يسمى كتاب المولد وإنما يسمى رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون يعني يطلق عليه هذا وذاك، لكنه مطبوع بعنوان رضاع النبي صلى الله عليه وسلم.